طبعا مشروع السلة الغذائية مشروع ناجح، مشروع ساعد الفقراء، مواد كثرت بحيث المعجون، الحمص، باقي المواد. السلة الغذائية ساعدت الفقير، بحيث الفقير خصوصا بهاي الأزمة مال الدولار، بحيث انه بعد ما يحتاج الى الكثير من المواد، لان مشروع السلة الغذائية سد الكثير من الاحتياجات لاصحاب الدخل المحدود للفقراء. فاحنا ندعو وزارة التجارة انه تستمر بهذا المشروع، لان مشروع المواد به متعددة، الزيت، الطحين، تمن، شكر، حمص، معجون، فهاي اكيد انه تساعد الفقير. والله هسه حين حل يعني زينة، نعم السلة الغذائية حل زينة، نعم معجون وكل شيء. يعني هسه أنا مسيطر يعني، رغم الدولار صاعد والهذا نعم والمواد، بس نعم يعني شوي يعني وقفت المواد ما صعدت حيل، اي بس يعني السلة ما يصير الغذائية عليها سحب تجاري، نعم تجاري من ما يصير سحب، لأن السلة الغذائية تحسن.